أرز ذهبي أثار ضجة في الفلبين، فبعد قرار المحكمة بحظر زراعته سادت تحذيرات من وفاة آلاف الأطفال بحسب صحيفة غارديان. فما هو هذا الأرز ولماذا منع؟ هو أرز يتم تعديله وراثياً ليكون مصدراً لفيتامين ألف ويعوض نقصه الشديد لدى أطفال المنطقة، حيث يتسبب لهم النقص بالإعاقة والعمى وأحياناً الوفاة. الأرز الذهبي بدأ كمشروعاً في المعهد الفيدرالي السويسري للتقنية عام 1992 وأعلن عن انتهائه عام 2000 لتبدأ الفلبين بزراعته واستهلاكه بكميات كبيرة، إلا أنه تعرض للرفض حيث شكك كثيرون بانخفاض كمية الفيتامين الموجودة فيه بعد حصاده وانخفاضها من جديد أثناء طبخه، كما ناهضه ناشطون في حقوق الإنسان لكونه سيفتح الباب أمام المنتجات المعدلة وراثياً، كما سيضيع من فرصة تواجد المحصول بشكل حيوي، ناهيك عن وجود هذا الفيتامين في مصادر أخرى كالبطاطس الحلوة وأوراق الخضروات. أما القائمون على المشروع فلم يكونوا سعيدين بقرار المحكمة ووصفوه بالكارثي، وأكدوا عدم وجود أي دراسة تثبت أن الأرز الذهبي خطير، وهذا ما دفع حكومة الفلبين للاعتراض على القرار.